اني تقول لي سيدنا هسه هذني والله هم ما يدرون بها، انت ليش تطلعهن هذني؟ السؤال اكو هواي اخوه يقولون سيدنا هسه هذني هم ما يدرون بها، انت هذني ليش تطلعهم وتقول لهم؟ يا ليت ما يدرون بها عم. هم كاتبين كتب مولانا، هذه من اهم كتبهم. اقرا مولانا. الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقه ام الافتراء؟ مولانا جامع، هسه اقرا لك مولانا، اقرا ارى يوسف البحراني، المجلسي، النجفي، الانصاري، محسن الحكيم، عبد الله شبار، الخوئي، بعد عندك مولانا بالاخير يجي عبد الحسين العاملي، كلهن هذني رايح جامعهن والان يدرسوها في مدارسهم. ها الكتاب مولانا لفيصل، مولانا الكتاب لعبد الملك ابن عبد الرحمن الشافعي، فلهذا في المقدمه، في المقدمه ماذا يقول؟ يقول أهدي هذه الدراسة للمصلحين في الأمة لعلهم يقفون على حقيقة الفكر التكفيري لدى الشيعة الإمامية، ذلك السرطان الذي جر على الأمة الإسلامية الكوارث والويلات. بيني وبين الله إذا أكو سرطان في الأمة لابد شي يسوله، يستأصلهم يقدرون يستأصلونهم. تقول بابا على أي أساس؟ تقول بابا أخو أنتوا تقولون إحنا إذا أول ما نقوى شو نسوي لكم؟ ونذبحكم فوق احنا ما زين قبل ما تسوون يعني. اذا اردتم انقاذ العراق، انقاذ العراق ليست مشكلته سياسيه، نعم بيها مشاكل سياسيه، ليست مشكلته تقسيم الحصص، نعم بيها مشكله، ليست مشكلته اثنيه، نعم بيها مشكلته معرفيه ثقافيه، انه مدى يستطيع ان يقبل الاخر. نعم يصرح من مرجعية لو لا استثني أحد، لا يتبادل لذهنك أنه أنا عندي خط أحمر، تعرفون بعد أنا أبدأ من المؤسسة الدينية ومن مرجعية النجف. صحيح تصرح بأنه لا هذول إخواننا وأبنائنا وأنفسنا، ولكن من الناحية العملية، من الناحية المعرفية يقبله أو لا يقبله؟ لا يقبله. بدليل أنت أدخل إلى مواقعهم الرسمية هؤلاء المؤسسة الدينية، تجد إلى الآن عندما يسأل تقول له بابا السني مؤمن لو مسلم؟ يقول لا مسلم مو مؤمن، لأن الإيمان بالنسبة إليه منحصرا وين؟ في ولاية أمير المؤمنين، وهذول عندهم ولاية لو ما عندهم ولاية، فإذا مؤمن لو مو مؤمن، خب بيني وبين الله شلون يقدر يصدقك بيني وبين الله؟ هم أنت تقول له إخواننا وأنفسنا وتقريب ومؤتمرات وأنت لا تقبل حتى إيمانه. أنا إلكم أسألكم، لو أن الطرف الآخر لا يقبل إيمانكم ويقول أنتم مجموعة من المنافقين والكفار وإلى غير ذلك، ولكن مع ذلك من الناحية السياسية والاجتماعية تعالوا نقعد نسوي مؤتمرات، تصدق لو ما تصدق بعدك؟ هو أنت نفس العمل ده تقوم به عزيزي في العراق الآن مؤتمرات، مو الآن، من 70-80 سنة من سيد البرجردي إلى يومنا إحنا صير عندنا مؤتمرات شنو؟ تقريب. أنا أصلا أذكركم قضية لا تصدقون، كونوا على ثقة، لا تصدق أنت. هنا صار مؤتمر مولانا هنا في قم، وما أريد أجيب أسماء اليق، أكابر المراجع قاموا عليها ودعوا إليها وصرفوا عليها المليارات، مليارات. كونوا على ثقة، عندما جاءوا وصال صلاة الظهر مولانا انعقد في المؤتمر صلاتين للجماعة، واحد للسنة واحد للشيعة، ما قدروا يصلون شنو؟ صلاة واحدة، صلاة مو أنه في العقائد، مو أبدا، صلاة ما استطاعوا أن يأتم أحدهما شنو؟ بالآخر. إذن لا أزمة معرفية مو ثقة، لا لا لا، هاي أزمة الثقة، هاي نتائج، هاي نتائج وثمار هذه الشجرة الخبيثة. شوف هاي المقدمات المعرفية مالتك اللي أنت تعتقد أنت الفرقة الناجية، أنت الفرقة المحقة، أنت الحق، ولهذا بعد شو تسمي نفسك أنت؟ شو تسمي نفسك عزيزي؟ الفرقة المحقة، مو تقول الطائفة المحقة، الآن في لغاتك وفي ثقافتك من تصعد المنبر يقول شو تقول عن نفسك؟ تقول الطائفة المحقة، يعني الحق بيد من؟ بيد. اذا المصدر بيد من مولانا؟ بيدك انت. وهكذا وهكذا احسنتم، ولهذا انت الاخر تسوي دار حرب عزيزي. الاخر الان ماذا تنظر الى انت عندما تروح لاوروبا مولانا؟ تنظر اليه بانه هذول اما نظير لك في الخالق، لو هذول دار حرب مولانا، ولهذا اموالهم شنو؟ حلال. نساهم شنو؟ حلال. افعل ما تريد، بس استباحه كامله. هسه عد من باب العنوان الثانوي لا سوي، اخاف سمعتنا تخرب، يعني اذا سمعتك ما تخرب شنو؟ حلال روح سوي. هذا الان عد الفتاوى الجديده لعلمائنا في النجف وغيرها يقول لا هاي بها عناوين، اذا تسرق انت هناك وعرفوك مسلم هذه بها مذمه للاسلام، يعني اذا ما عرفوا سوي ماكو مشكله، المشكله وين؟ هاي فتاوى انا روح اقراوها. انت الى الان التفت جيدا، وانا منهم ايضا، واحد اشكل عليها قال لي سيدنا انتم الى الان تدعون مولانا الى الحوار مع الاخر، والى الان من تذكرون باب النجاسات تقولون النجاسات الكلب والخنزير والكافر مولانا.
تخلون الكفار وين مولانا؟ وين كلاب الخنازير مولانا؟ وتدعوهم الى الحوار، هذا منطقي ايش هذا؟ هذا منو لابد يحله مولانا؟ السياسيين اخو مو شغلهم يحلوا، ولا مجلس النواب يقدر يحله، ها؟ منو لابد يحله؟ لابد تحلها اما المؤسسه الدينيه، المنطلق منين؟ لانه المقدس بيد من؟ مو بيد الجامعات، مو بيدكم انتم، بيد من؟ بيد المؤسسه الدينيه. اذا النظريه المعرفيه والنظريه الدينيه والقراءه الدينيه لابد منين تاتي؟ منك، وهي الان متصديه 14 سنه عندكم في العراق لو ساكته. ها؟ قراءه الدينيه، ما اتكلم في القضايا السياسيه، يقدم قراءه جديده ماذا؟ لا توجد ابدا ابدا. هسه خل اترك لي هاي كلمه الواقعيه، لان الواقع ليس بيد احد، هذا انفذ محور لقب نقب عندنا. جزاك الله احسنت. اذا اعزائي،